طيب، واحنا بنتحدث عن مؤتمر الشباب ايضا، اكيد هناك تحديات ومشكلات بتواجه الشباب المصري. شايف ابرز هذه التحديات وكيفية مواجهة هذه المشكلات، وما هي ابرز الموضوعات التي يمكن ان تناقش في هذه الدورة؟ طبعا هو التحديات بتاعت الشباب هو زي اي مواطن مصري، ما هيقول حضرتك تحديات خاصه بالاقتصاد، خاصه بالبطاله وفرص العمل وهكذا. اعتقد ان اتجاه الدوله دلوقتي هو دعم الانتاجيه والاستثمار، وانه الشباب يبقى مبادر وعنده فكر بتاع رواد الاعمال، وده بيتم من خلال ورش عمل بتدعم ثقافه رياده الاعمال عموما والاحتكاك بشباب عندهم تجارب مختلفة بريادة الأعمال. مثلا ده تم في منتدى شباب العالم، ودي حاجة لها أثر كبير، وفعلا قدمت على أرض الواقع عديد من الشركات اللي كان رأس مالها صغير وحققت نتائج مبهرة، يعني في قطاعات مختلفة أهمها قطاع تكنولوجيا المعلومات. فدي حاجة من الحاجات. طبعا فكرة البطالة يعني كمصطلح متداول، يعني بيتم تشجيع الشباب ان هم يفكروا شويه بره الصندوق، افكار غير تقليديه. يعني على مستوى حتى المحليات والمحافظات بيتم دعم توجيه قروض ميسره جدا للشباب ان هم يعملوا مشروعات صغيره كده، فيقدروا يعتمدوا على نفسهم بدل الانتظار لفرص العمل. وفي تكامل بقى، يعني في مظله دايما بتبقى بتدعم المبادرات الشبابيه الصغيره دي، بنجمعها دايما في كيانات تقدر تنافس في الاسواق العالميه. فدي حاجه بتحصل، ودايما بيتم التطرق ليها في ورش العمل الخاصه بمؤتمرات.